الاخطبوط المغربي ياسين بونو واحد من افضل حراس العالم ان لم يكن الافضل يخوض اليوم مباراته الاولى في الدوري السعودي رفقة نادي الهلال امام نادي الرائد في الدوري السعودي. بونو تعملق توحش تزلزل بعملاق بتصديين في المباراة روعة روعة يا ابن المغرب. فماذا قال مدرب الهلال السعودي عن الاخطبوط المغربي ياسين بونو بعد تألقه اليوم؟ رسميا هذا سيكون موضوع حلقتنا النهاردة، ولكن في البدايات متابع عظيم متابع كبير وصلك الفيديو، أتمنى تدعمني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. مدرب نادي الهلال السعودي أشاد بأداء الحارس المغربي الكبير ياسين بونو في أول مباراة له رفقة الفريق السعودي. أيضا مدرب الهلال السعودي أكد أن ياسين بونو كان أحد أسباب الفوز النهاردة وتصدى لتصديين كانوا حاسمين جدا 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 في نتيجة اللقاء. أيضا أكد مدرب الهلال السعودي أن مفيش فريق بطل إلا لما يكون يمتلك حارس بطل، تصريح عظيم جدا يؤكد قد ايه ان عشان الهلال يقدر يفوز بدوري ابطال اسيا ويقدر يفوز بالدوري السعودي لازم يكون عندهم حارس بطل، وهو مش هيلاقوا افضل من الحارس المغربي ياسين بونو. اكد ايضا مدرب الهلال السعودي في نهاية حديثه ان الفرقة بشكل عام فرقة متكاملة، فرقة بتضم اسماء عالمية، بونو ومالكوم وميتروفيتش ونيمار لما يرجع من الاصابه وميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز، فبالتالي فرقه اسطوريه الستار على جميع الفرق في القاره الاسيويه بصفه عامه وفي الدوري السعودي بصفه خاصه من قوه الهلال بقياده المغربي بونو ياسين.